السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة على اليوتيوب عالم النحل آباي وكذلك الصفحة تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. إذن فيديو مباشرة لمسك الملكة تعليمها ونقلها إلى خلية مكذبة. إذن نمسك الملكة هذه ريفنوية التلقيح نقح حديثا مسك يكون بهدوء هكذا. هذه هي الملكة، هذا هو القلم، قلم التعليم. دائما مع التجربة يعني تصبح تمسك الملكة يعني عادي فقط، أنا لا تتحرك كثيرا. شوفوا القلم تاعنا، يعني وسأقوم بتعليمها كاين شوية هكذا يعني بهدوء فقط، أنا لا أضغط عليها. أعلمها، نقرب لكم التصوير، أيوا هكذا، الضغط يكون خفيف هكذا فقط، لأن منطقة حساسة، منطقة الظهر، هاهي معلمة، معلمة، حتى ولو تعلمها لا ترجعها مباشرة للخلية، يجب أن تضعها في القفص. حذاري منطقة البطن هكذا، ها حذاري منطقة البطن أو الظهر والرأس، يعني كل الجسم تاع الملكة حساس. راهي معلمة، راهي سأضعها في القفص. إذا كنت يعني تنقلها لمكان بعيد، مكان بعيد يجب أن تضع معها شغالات ولكن تتركها قليلا تجف، ثم تضعها هكذا في ال أنا سأضعها مع الشغالة هكذا تغلق عليها. إذا هي هنا، أنا المنطقة قريبة يعني حوالي 2 كيلومتر فقط، سأقوم بوضعها في خلية مكذبة وأضع معها شغالات، شغالات تضعها في أقل نوع هذا من الأقفاص، تضعها من الجهة هذه، يعني الجهة هذه صغيرة جدا هكذا. تبدأ بنقل الشغالات، مثلا هاي الشغالات هذه الشغالات على سبيل المثال، نبدأ عملية النقل نفس الشيء، مسك الشغالات نفس الشيء نفس الشيء. هاي الملكة الأعلى دير معها شغالات، تتركها تجف اولا لكي لا ينزع النحل، ينزع لها الطلاء. قلم التعليم هو خاص بتعليم الملكات هكذا. كل ما يوضع القفص عموديا تصعد الملكة الأعلى مع النحل، انتهى الامر. انا لم اضع الكاندي لان الملكة يعني او المكان الذي سأخذ اليه الملكة قريب جدا، لو كان مكان بعيد تضع الكاندي هنا في القاعدة هذه وتغلق، والأقفاص الأخرى هناك العديد من الأقفاص، أنا أفضل هذه الأقفاص لأنها سليمة على الملكة، والأقفاص الأخرى الصفراء سأريكم إياها. إذن الأقفاص هذه الصفراء عندما تستخدمها أخي النحال قم بملء الفراغ هذا والغرفة هذه بالكاندي، لأن في أحيان الملكة تدخل عبر هذا الشق هذا ولا تستطيع الرجوع فتموت داخل المكان هذا. إذا من الأحسن ملء الكاندي وعدم الفتح من هنا، لأن إذا نزعت القطعة البلاستيكية هذه معناه أن النحل يلتهم الكاندي ويفتح الملكة، لكن من الأحسن أنا أفضل أن النحال هو اللي يفتح على الملكة وليس النحل هو اللي يفتح عليها. بعض الأحيان تكون خلايا يعني تكون نوعا ما لا تقبل الملكات وبالتالي تهاجم لك الملكة وتقتلها. هذا إذا استعملته املأه كاندي هنا في الغرفة، هذا توضع الكاندي في الكأس، الملكة موجود الكأس بالداخل أو في الفراغ الخاص بالكأس. إذا الآن هاي الملكة، الآن نقلنا الملكة نريد تلقيح، سنتركها تبني بيوت ملكية أو نضع لها بيوت ملكية أو ملكات عذراوات.
هاي فيها البيض ما شاء الله. نحط الإطار هنا، سنضع الإطار وننقل الملك. إذن شكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا تشجيعنا ودعمنا في القناة على اليوتيوب علم نحل أبي، وكذلك في صفحة الفيسبوك تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.